السلام عليكم خواتي الجزائريين في كل مكان، نتمنى راكم بخير. اليوم حبيت نهضر على هذيك الفنانة المصرية وباسمها هالة صدقي، ولا ما انا ما نعرفها صراحة، مي شفت لي فيديوهات في اليوتيوب يحكوا على هذه الفنانة. في الحق ماشي فنانة، زبالة. هذه سبت الجزائريين وسبت الشهداء وسبت الجزائر بها بشعبها، وفي الاخير نشوفوا باللي جات للجزائر وخلوها تدخل عادي كاع زعما نورمال كي شغل ما صرا والو. انا في رايي، انا ما نكذبش عليكم، القلب تاعي تقطع كي شفتها دخلت للجزائر، باسكو هذه قام شي عفسه داروها، والمسؤولين اللي دخلوها ما لازم 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 يتحاسبوا عليها، لازم يتحاسبوا على كي دخلوها، لازم يتحاسبوا هكا بالساهل زعما نورمال، ما شو ما صرا والو، جات دخلت عادي كاع. انا تبلي على سما تبلي باللي هادو اللي خلاوها تدخل للجزائر وجابوها، انا تبلي هادو هما الحركه اللي ما يغيروش على بلادهم وما يغيروش على الشهداء تاعهم. انا هكا تبلي وما على باليش، بالك راني غلط خاوتي، ممكن راني غلط، الا راني غلط قولوا لي. عباكم مص نقسم لك بالله، مص شنقو كاع والله العظيم، اللي عجروني من عقلي راه حابس. وحده تسب البلاد تسب الشعب، تجي تدخل الجزائر عادي، هذه والله ما فهمتهاش كيفاه. والجزائريين زيد اون بلوس، هي على جات للجزائر، جات على جلب المهرجان ولا على من جات بدي مليار ولا زوج وتروح. والجزائريين قاعدين متقايسين وقاعدين يموتوا في البلاد، دراري صغار يموتوا في السبيطارات، مكاش قال لي مكاش قال لي شوف فيهم، علاه حرام، والله الله حرام عليكم، حرام. تجي فنانة تسهر ليلة يا طولاز جملاير، وكما شفنا في الفيديو هذاك اللي داروا خونا الزندة على مانيل، مسكين 200 ألف أورو، ما قدروش عليها الحكومه، ما تقدرش عليها، بصح تقدر تجيب لنا فنانه تمسخر بينا اللي سبت البلاد، يجيبوها يا طول الجملاير عادي، تجي دي شكاره وتروح. ويزيد يحل في فمو ذاك نيدو، يهضر على الرجاله اللي يبغوا يديروا الخير، يحكي على الرجاله اللي يبغوا يديروا الخير، فيه غير لسان، يعرف يدير غير الشر. غدوة ان شاء الله تحاسب عليها عند ربي، ما تعمرش راسك، يجي نهار وين يبان الحق، ويجي نهار وين تحاسب عليها. يا ربي يا ربي يا كريم. المهم خالتي هذه هي، نسلم عليكم كاع، السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.